رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هذه امرأة قدوة هي في البراءة هي مع نجوزها، وذلك نجاها الله عز وجل مع أهل الإيمان. كذلك أيضا أيها المسلمون، رأينا الدرس السابع في هذه السورة في قول الله تبارك وتعالى في دعاء سيدنا نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي، وبعدين قال ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله دي ما تتنسيش بقى، قال ولمن دخل بيتي مؤمنا. طب ممكن يخش بيتي كفار؟ قال لك لا، خلي بالك بيتك حافظ عليه من الكفر والكافرين، بيتك حافظ عليه من العصاة والمذنبين، بيتك ما تدخلش عليه الفاسدين، بيتك احرسه مما يغضب الله رب العالمين. عشان كده قال ولمن دخل بيتي مؤمنا. راجل بيقول انا محافظ على بيتي، ما يخشليش غير واحد ايه طاهر. لا، في ناس بتسهر يجيب سهره في قلب البيت للمعصيه، يا خبر اسود، يجيب سهره في البيت للدعاره، اعوذ بالله. ينفع الكلام ده؟ يبقى لمن دخل بيتي ايه مؤمنا. اذا بركه البيت الايمان، بركه البيت الايمان وطاعه الرحمن. بيتك عايز ربنا يبارك لك في بيتك، اجعل بيتك فيه قبلة، كما قال الله تعالى واجعلوا بيوتكم ايه قبلة. يعني ايه قبلة؟ افرش سجادة الصلاة في الانتريه كده وتقوم صلي، وتعالى يا اولاد تعالى اتوضى وتعالى صلي معايا، صلي بينا يا حمادة، علشان يبقى انت كده بتشجعهم، يبقى جعلت بيتك ايه مؤمنة. طب هل يا ترى بيوتنا مؤمنة؟ لابد علينا ان نراجع انفسنا. وهذا هو المقصد السابع الذي نخرج به من سورة نوح عليه السلام، في بعد صناعة النفوس على الرجولة والبطولة والعقيدة وطاعة الله وإقامة منهج الله والدعوة إلى الله، وبعد الدعوة إلى المجتمع وإقامة الحجة على المستكبرين والملحدين والفاسدين بما يتحدى به القرآن الكريم والمنهج الله رب العالمين، جاءت السورة بالحفاظ على بيوتنا. أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم تقم دولة الإسلام في بلادكم، أصلحوا بيوتكم يصلح الله من حولكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا، وأن يهدي أبناءنا ورجالنا ونساءنا وأطفالنا وحكامنا ومحكومينا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين، اللهم فك كرب المكروبين، اللهم أذهب هم المهمومين، اللهم اكشف هم المغمومين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم انصر جندك المرابطين في المسجد الأقصى على الصهيونيين المعتدين. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اهد شبابنا واهد نساءنا واهد أطفالنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فضورا أو أن يكون أحدنا بك مغرورا. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو أن نزل، أو أن نضل أو أن نضل، أو أن نظلم أو أن نظلم، أو أن نجهل أو أن يجهل علينا. اللهم إنا نبرأ إليك من كل معتد على دم حرام، مسلم أو غير مسلم، بدبورة أو من غير دبورة، فاحقن اللهم الدماء بين المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل معتد على عرض حرام، مسلم أو غير مسلم، فاحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم إنا نبرأ إليك من كل معتد على مال حرام، مسلم أو غير مسلم، فاحفظ أموالنا وأموال المسلمين. اللهم بارك في أقواتنا وأرزاقنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المكروبين، وأن تسد دين المدينين، وأن تصلح حال عبادك أجمعين، وأن تهدي شبابنا ونساءنا، وأن تسطر على ولايانا، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، يقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله،
بارك الله في كل من يشارك معنا.